السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المهندس فتحي حشاد، مهندس ميكانيكا من مصر. حابب أشارك في تقييم كورسات أو أحط رأيي في النقطة دي للمهندس شريجل سالم. يشهد الله على كلامي أن أنا تجربتي بالنسبة لي، أنا تجربتي الشخصية تجربة ناجحة جدا، وصلتني لمرحلة ما شاء الله كويسة. بس طبعا لازم اشتغلت على نفسي بعد كده، ولازم اي حد يشتغل على نفسه بعد كده عشان ما توصلش لمرحله بروفيشنال، بس بيحطني في مكان امن، يعني مكان ان انا اقدر يعني خلاص اقدر امد ايدي واعمل يعمل اصمم برنامج، اعرف الوايرنج تمام. انا مهندس ميكانيكا دلوقتي، انا شغال مهندس كنترول ومهندس كهرباء ومهندس ميكانيكا في نفس الوقت في المصنع اللي انا شغال فيه، واكتر شغلي في الكنترول. وده طبعا بما يفوت بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم البرنامج البي ال سي اللي انا اخدته تو ليفل كورس كامل مع المهندس شفيق، والشغل على نفسي برضه. يعني انا دلوقتي تقييمي في المصنع شغال فيه كنترول اكتر من مهندس ميكانيك، على اساس ان انا تخصصي اصلا مهندس ميكانيك. يرجع بفضل طبعا ربنا زي ما قلت، ثم المهندس شفيق، وكورسي يعني ممتاز جدا. اي حد هياخده لازم يشتغل على نفسه شويه برضه بعد كده، عشان شغل العمل مهم جدا جدا جدا، الشغل النظري لا يكفي مرة تمام. وده تقييم للكورسات، وربنا يوفقك يا مهندس شفيق ويصلح حالك وييسر لك أمرك يا رب، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. السلام عليكم.